بزاف ديال يعني كتعاوننا بزاف ديال الحوايج باش نديروا المعارض ديالنا كنقدم الشكر كذلك لحركه الطفوله الشعبيه السي عبد الهادي غيور طريق الربح مدير دار الثقافه زكريا العزيز تصميم الملصقات وكذلك كنشكر الطبعة الأولى للمواكبة الإعلامية ديالها شخص السي سعيد العريفي وكذلك الصحفي كنشكر كذلك عادل الدريسي الأستاذ عبد العزيز الأديب جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض اللي شرفونا اليوم
وكنشكر جميع الحضور يعني بدون استثناء. سي الحلاوي شكرا على مراكش. من مراكش ولكن راه ولد المنطقه، ولد بنين الله، ولد الكتاب، ولد في ايغيل في الجبل وطرعرات في منطقه دار الشمس، ولكن هذه تقريبا شي 30 سنه وانا كنشتغل في مراكش، يعني كانت بروفيسيونيل كنشتغل في سي الصديق الراشدي. بني ملال امزان مروان كذلك من مراكش. سي هنا عبد العزيز سي سعيد فتيح اش ممكن تخرجوا عندي لهنا؟ سي سعيد سي بدر التميمي من مراكش كذلك كلشي من سي عبد السلام عبد الصادق مراكش مراكش سي احمد عليبه وليد العرب رشيد زنزور محمد إيايش مصطفى الترابي سي أم عبد الله عزيز حمي سي زعواطي حفيظ سي عبد الرحيم إيشو شتوي سي شتوي محمد أستاذة زهور طويل سي إدريس مصمولي من الفكرة ديال المعرض و سي إدريس سهيل السكيتور ديالنا شكرا للحضور ثاني بعد كلمة كلمة ديال الأستاذة Moi, je vais dire juste quelques mots en français et je vais rebondir plutôt sur le remerciement adressé à Idriss parce que c'est lui qui est à la genèse de ce moment magique qu'on a vécu grâce à vous, un moment magique déjà tout à l'heure. Et j'espère qu'on va continuer dans ce registre-là. Vous allez découvrir, c'est vraiment une exceptionnelle exposition. Et merci vraiment, Idriss, c'est toi qui as donné un élan, un souffle pour le prendre le titre de cette exposition à ce moment. Et tu as su rassembler les artistes qui ont tous une vision unique du monde. Et merci aussi à vous, tous les artistes. Merci à vous aussi, à vous aussi. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا وصحبه وعلى سبيل. بداية كنبنيكم السنة الميلادية الجديدة 2020 وكنتمنى لكم كامل الصحة والعافية والتوفيق والنجاح إن شاء الله. كنبغي نشكر بكم جميعا الفنانة ديالنا اللي بطبيعة الحال كيحاولوا يعطوا واحد الزخم واحد الدفعة للفن بمدينة بني ملال. وكنشكر الإخوان الفنانين اللي تحملوا مشق السفر باش يجيو يتحفونا بهذه التحف الفنيه ديالهم اللي هي خير تعبير على واحد المجموعه ديال المواضيع مختلفه متنوعه غنيه ومفيده كذلك في نفس الوقت. كنقول لهم برافو وكنقول لهم شكرا وكنقول لهم كنتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح والسلام.
اتاي